جزاكم الله خيرا. السائل يقول: إذا أراد شاب أن يتزوج أو يبني منزلا ولكنه لا يستطيع توفير كامل المهر إلا بعد عدة سنوات، فهل عليه إخراج زكاة المال الذي يجمعه كل سنة؟ نعم، إذا كان عنده مال قد حال عليه الحول وهو ما تجب فيه الزكاة كالدراهم أو العروض التجارية فإنه تجب عليه الزكاة، ولو كان يعد ذلك لزواجه أو لبناء بيت يسكنه، لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين، لا يسقطه أنه ينوي أن يجعل هذا المال تكاليف لزواجه أو لبناء بيته أو ما أشبه ذلك. الزكاة واجبة إذا تحققت شروطها، ومنها حولان الحول وكون المال نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر مما تجب فيه الزكاة.